هل احنا مستعجلين؟ هل احنا عندنا حاجة نخاف عليها يا تامر؟ عندك تصفيات الأمم الأفريقية شهر 6 أقرب حاجة. طيب برضو مش بعيد شهر 6، احنا في شهر 4 يا هيما. الاتجاهات أكتر تشوفها من وجهة نظرك، المعلومة اللي عندي إن البوصلة رايحة ناحية الأجنبي. يا ريت يا ريت على طول من غير تفكير. عز انا مع المدرسه الاجنبيه ومع التجربه بتاعه ان انا عايز اشوف ايرفي رينار بتاعي. يعني انا عايز اكتشف ايرفي رينار، عايز اطلع ايرفي رينار، وما عنديش، وزي ما قلت لك لو انا هدفي العب كره جميله فانا عندي الوقت والصبر اللي يخليني اكتشف ايرفي رينار في كاس الامم الجايه. بس لو انا رايح اكسب كاس الامم الجايه ما اجيبش واحد صغير وادي له فرصه ويبقى اجنبي وبتاع، لا خلاص بقى العب على البطوله، ولما تيجي تلعب على البطوله ما تقوليش العب كره جميله، لان الحاجتين ما بتمشيش مع بعض. عايز تضيف حاجه في الجزئيه دي؟ زي ما قلت لك يا هيما، نفسي بقى مره نستغل عدم تحقيق الانجاز او الهدف المطلوب هو الوصول لكاس العالم، ان احنا بقى زي ما بنقول ايه، تبقى تيرنينج بوينت، تبقى نقطه تحول لينا. بالظبط، نقطه تحول بقى لينا، ونبدا نشتغل ونبني زي ما زيزو قال، وتحدد هويه وتحدد هويه. مره بنلعب كره دفاعيه، مره بنلعب كره هجوميه، مره بنلعب. نفسي يبقى منتخب مصر لما يتقال اسم منتخب مصر في صوره ذهنيه تترسم عند الناس. صدقني اللي انا قلته لك، اللي هي القماشه هي اللي بتجبرك انك تلعب باي هويه. انا القماشه اللي معايا مش عريضه قوي فمضطر العب باتزان، القماشه اللي معايا مش كويسه ضيقه قوي مضطر ان انا دافع، القماشه اللي معايا هايله زي جيل 2006 و2008 و2010 كنت بتنيم افريقيا من المغرب. فاذا الهوية هي اللي بتسوقك، لا أنا عفوا القماشة هي اللي بتسوقك وبتوصلك للهوية، لا أنا عاوز أنا اللي أفرد شخصيتي، لما يبقى عندي قماشة عريضة أنا اللي أتحكم فيها. صحيح. طيب خليني أقول لكم الإحصائية دي برضو مهمة جدا عشان نحطها في السياق اللي بيتكلم فيه تامر وبيتكلم فيه عز، له علاقة بلاعبتنا اللي اعتمد عليهم كارلوس كيروش واللي طلعهم واللي استفاد بيهم سواء في البطوله العربيه او في بطوله الامم الافريقيه او حتى كمان في مرحله كانت التاهل الاخيره. فخليني اقول لكم 26 اعمار اللعيبه بتاعتنا تبقى عامله ازاي. عمرو السوليه هيبقى عنده 36 سنه، محمود علاء هيبقى عنده 35 سنه، ايمن اشرف هيبقى 34 سنه، عمر جابر هيبقى 34 سنه، محمد صلاح هيبقى 33 سنه، ياسر ابراهيم 33 سنه، رامي ربيعه 32. انا بقول لك كل الاسماء اللي اعتمد عليهم الراجل عشان بس بالمناسبه انا ما بنقيش يعني. عمر كمال 32 سنه، تريزيجيه 31، حمدي فتحي 31، محمود حمدي 30، زيزو 30، نبيل عماد دونجا 30، مصطفى محمد 28. هنبتدي ننزل بقى بالاعمار اهو تحت العشرينات، تحت الثلاثينات. مصطفى محمد 28، فتوح 28، امام عاشور 28، اكرم توفيق 28، مرموش 27، محمد عبد المنعم 27، حسين فيصل 27، واسامه فيصل 25. دول اللعيبه بتاعت منتخبنا الوطني اللي اعتمد عليهم الراجل عشان نبقى عارفين بس معدل الاعمار عامل ازاي، وبالتالي بناء عليه نبقى فاهمين كويس انه في لعيبه هيبقى 36 سنة وده معدل أعمار كبير. هل إحنا نبقى محتاجين منهم كم عنصر من عناصر الخبرة؟ طب هنبقى محتاجين عناصر من تحت تطلع قد إيه؟ الكلام ده كله مهم جدا في تفاصيل اختياراتنا حتى كمان للمرحلة اللي جاية. مين مدرب المنتخب الأولمبي؟ ومين مدرب لحد دلوقتي لسه ما اتحسمش؟ كان أقرب الكابتن أحمد سامي، بس أنا عارف إنه عنده لسه لو شوية. أنا أتمنى إن إحنا ناخد التجربة السنغالية. ان احنا نحط زي اليو سوسيما كان ماسك مساعد في المنتخب الاول وماسك المنتخب الاولمبي، اتمنى ان احنا نعمل ربط بين الفرقتين. لو انت بتسال على معدل الاعمار يعني ففي طرق لربط الاجيال دي ببعض. اتمنى ان احنا نكرر التجربه بتاعه جيل رود كرول اللي كان فيه عبد الستار صبري وحازم امام ولعيبه عظيمه 95 لعبوا كم مباريات ودية خارج مصر مهولة. فالجيل ده بقى جاهز فجأة انه يطلع على المنتخب الاول. اتمنى ان احنا نتعلم من خبراتنا احنا شخصيا. نفسي اعز والله. في موضوع معدل الاعمار ده يا هيما، بص هو ما يقلقكش، هو انت طبعا كل اللعيبة اللي انت شايفها الاعمدة الرئيسية هتعدي ال 30، بس برضو اللي يخليك تبقى ما يدعو للتفاؤل، انت في يوم وليله هيما في مثلا مدرب اجنبي يكتشف لك. هو مش في يوم وليله اكتشف لك محمد عبد المنعم النهارده بقينا وانت مغمض. بس خلينا نبقى امنا عشان اجنبي. ما انا شفت عشان كده انا قلت لك اجنبي، عشان اجنبي. الاجنبي يا هيما احنا لو كنا قعدنا اي ضغوط، لو كنا قعدنا سنين كتير ما كناش هنشوف طبعا فيصل. طبعا ولا كان حد هيقدر يتجرأ ويبص لعمر مرموش ويديله. وعبد المنعم، ما انا قلت اول واحد قلته عبد المنعم يعني. فاذا مين اللي يتجرأ ويروح يجيب سنتر باك بيلعب في فيوتشر؟ ابسط حاجه الناس كلها هتقول له روح راهن على الحرس القديم طبعا، روح للونش وروح لايمن اشرف وروح لاحمد حجازي. اخدهم مش ما اخدهمش بصراحه. هي دي النقطه، معلش يا تامر لو قطعتك، بس هي دي النقطه بقى
مهم قوي ان اتحاد الكوره يبقى دارسها الفتره الجايه. ان اللي يسوقني سواء المدرب مصري او اجنبي، اللي يسوقني مش السوشيال ميديا، لان بالزبط. هو المشكله ان اتحاد الكوره بيختفي في ظهر المدرب مش العكس. فبيبتدي المدرب يبقى هو نفسه خايف، فبيبتدي تسمع اجابات بقى من نوعيه مش عايز اقول يعني، بس مدربين مصريين كتير كانوا بيقولوا اجابات من نوعيه مش هي دي الخطه اللي انتوا عايزينها، مش دول اللعيبه اللي انتوا ناديتوا بيها، اللي هو خلاص هو ابتدى يتواصل مباشره مع الجمهور. فلا انت المفترض انك تعمل زي ما قلنا كده، ليفربول لما يورجن كلوب طلع تامن ما قالولوش اتكل على الله، هو احنا عارفين ان في مده هتتقطع. لان هو لان لو انت سمعت حاجات السوشيال ميديا، السوشيال ميديا خلت كارلوس كيروش هو السبب في خروج منتخب مصر عشان ما اعتمدش على مجدي قفشه، وهي نفس السوشيال ميديا اللي اتهمت بيتسو موسيماني انه اخطا بانه لاعب مجدي قفشه ما لعبش احمد عبد القادر، هو نفس مجدي قفشه. ليه لعب في ماتش الاهلي والمصري؟ هو شايفينه سبب خساره الاهلي قدام المصري، هم شايفينه عدم سر عدم التاهل لكاس العالم. ومحمد شريف تم انتقاده في ماتش المصري، نفس الراجل اللي قالوا ان ده لو موجود كنا رحنا كاس العالم. طيب. فيعني في النهايه اراء السوشيال ميديا او اراء الجمهور هي اراء انطباعيه واراء معتمده على الانفعالات والمشاعر، مش هي اللي المفروض تسوق. دي ميزه يا زيزو المدرب بقى الاجنبي اللي انت بتقول عليه، برافو عليك. والمصري بس اللي محمي بان الاتحاد الكوره عارف انه هيتعرض لكده. شوف يا هيما اقول لك على حاجه، انا اوعى بقى على الكلام ده، كنت انتوا لسه صغيرين. مين اخر مدير فني كان عنده الجراه والشخصيه بعد الكابتن حسن شحاته؟ كان عنده الجرأة والشخصية ياخد قرارات بلعيبة يجيبهم ويدخلهم المنتخب؟ كوبر وكيروش. أنا بقول وطني. وطني؟ هو أصلا كم حد مسك؟ ما كم واحد مسك؟ كابتن شوقي وكابتن حسام. والاثنين كابتن حسام البدري كان ليه في فترة جرب فيها لعيبة كتيرة، وبعد كده قال إن اللعيبة مش على قد المنتخب، فيعني يعني قصدي كانت المسألة مش واضحة المشكلة. أنا بالنسبة لي كابتن حسن كان عنده القوة. طبعا أحمد عيد عبد الملك. أحمد عيد عبد الملك. جده مثلا. طب قول احمد عيد عبد الملك لعيب كان عنده اسم وعنده شخصيته طويله كانت في طلاع الجيش او في حرس الحدود، لكن تعالى بس كلمني شويه عن جده اللي ما كانش في الحسبان تماما يروح يعمل اللي عمله في بطوله الامم الافريقيه. فدي شخصيه مدرب، يعني هي دي اللي بنتكلم فيها. تاكيدا على كلام زيزو هيما، اخر نقطه عندي، المدير الفني الاجنبي لا يخضع، وتحس ان هو عنده قناعات بفكره، ما بيخضعش لضغط الاعلام ان خد احمد عز ده في الاهلي، خد ابراهيم فايق ده في الزمالك، هو شايف كل البني ادمين سواسيه، مش عشان هو لابس فانيلا حمراء يبقى انا هاخده المنتخب، او هو عشان لابس فانيلا بيضاء هاخده المنتخب. انا في سنه 86 انا كنت بروح ماتشات الاستاد منتخب مصر كلها. مايكل سميث المدير الفني الويلزي بتاع منتخب مصر في الوقت ده، عارف الخط الخلفي اللي ورا كانوا مين؟ علي شحاته الباك رايت بتاعنا كان من المقاولين، حماده صدقي السنتر باك كان من المنيا، طيب السنتر باك اللي جنبيه كابتن محمد عمر من الاتحاد السكندري. هل يجرؤ مدرب مصري يلعب امم افريقيا؟ طبعا كابتن ربيع ياسين عادي ده ماشي. من النادي الاهلي ماشي. الثلاثه دول مقاولين المنيا اتحاد سكندري شوقي غريب في نص الملعب من غزل المحله. مين المدرب اللي يقدر ياخد قرار زي ده؟ ده مايكل سميث في بطوله 86 اللي فزنا بيها هنا في مصر. فانت النهارده بتتكلم على مين اللي ياخد قرار ان كابتن اشرف قاسم يشترك ويدخل يشوط بينالتي وهو لسه ناشئ، وساعتها كان طالب في كليه الشرطه؟ مين اصلا؟ واحد لازم اجنبي اعصابه بارده، هو شايف رؤيه معينه بيراهن عليها. أنا والله هو المصريين انت لو حسبت هتلاقي كابتن محمود الجوهري ياما قدم للمنتخب لعيبه. كابتن محمود الجوهري طبعا الله يرحمه، بس وكابتن حسن شحاته ياما قدم للجوهري. لا ده حاجه ثانيه يعني خالص. بس قصدي وكابتن حسن شحاته، يعني هو في ناس كتير بتقول الجمله بتاعت ان المصري احنا حققنا انجازاتنا مع المصري بس. هي الفكره مش كده، هي الفكره انك لازم تقيم القصه شخصيا. كابتن محمود الجوهري قصه، سواء نجاحه مع الاهلي وبعد كده مع المنتخب وبعد كده مع الزمالك، فبقى اسطوره في حته تانية يعني، او الاردن حتى وبعد كده. انا بتكلم قصدي هو أيوة. بناء اسمه مع الكره المصريه حاجه. وكابتن حسن شحاته زي ما اتفقنا هو اخذ اجيال من تحت مختلفه، فلما اخذ الفرصه بشكل غير متوقع بالمره وغير مدعوم قدر ان هو يثبت نفسه. فهي قصص ما تمتش بدراسه وما تمتش بشكل سيستماتيك منظم، بدليل ان كابتن محمود الجوهري نفسه لما كسب الجزائر 5-2 وقالوا له جوهري جوهري، قال لهم بقول لكم ايه، ما تقوليش جوهري جوهري، انا عارف اللي هتقوله لي الماتش اللي وراه. فاحنا بنتعامل مع المدرب الوطني بصعوبه وقوه. وبدليل في 2010 لما اتغلبنا مع كابتن حسن شحاته ما حدش افتكر له خالص. فاللي انا عايز اقوله ان المدرب المصري هو على فكره المشكله بتاعته الوحيده انه مش مدعوم من الجمهور زي ما الجمهور بينادي بيه.
مظبوط. فهي دي الأزمة الرئيسية. فلو هتجيب مصري ادعمه. احنا كمان عاطفيين يعني. ما هي عشان كده عاطفيين يعني. التصريح بيجيبنا ويودينا، الكلمة بتجيبنا وتودينا. فالحاجات اللي شبه كده برضو في 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 التدريب أو في الاستراتيجية نفسها بتاعت إن أنا عايز حد يصنع لي أجيال بتبقى صعبة، لأنه زي ما أنت بتقول كده، لو أنا هفكر إن أنا أجيب واحد زي يورجن كلوب وأقول له مثلا امسك تيم وأبص ألاقي نفسي الثامن، خلصت خلصت خسران النهائي بتاع اليوروبا ليج، انتهت يعني. مش هنقعد نتكلم يعني، نروح ونيجي في القصه دي.